في كل فلسطين يجب أن نشجع الفدائي في كل مدينة وقرية ومخيم، لأن الفدائي يمثل قضية شعب ووطن تحت الاحتلال، يحمل رسالة شعب مفادها نستحق الحياة. نستحق الحياة. ونحن في راديو طريق المحبة من مدينة نابلس نتابع المنتخب في معمعة كأس آسيا، لأن الفدائي يمثلنا جميعا. تابعوا مباريات المنتخب الفلسطيني عبر موجة راديو طريق المحبة 97.7 FM وبالصوت والصورة على tmfm.net بتعليق عثمان الشعيبي، وبالشراكة مع شركة مدى. مدى مزود الإنترنت الأسرع نمواً في فلسطين.